صباح الخير مشاهدينا، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج الحدث لنهار السبت 18 تموز يوليو 2015. فطر مبارك لكل المشاهدين. بسعدنا رحب اليوم بضيفنا مدير معهد المشرق للدراسات الاستراتيجية الأستاذ سامي نادر. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. أكيد اليوم بدنا نحكي معك بمفاعيل الاتفاق النووي الإيراني مع الدول الست. كيف تقرأ هذا التوقيع لهذا الاتفاق؟ هل نحن دخلنا مرحلة الأعوام العشرة من السلام في العالم، أو أنه كتير عم نغالي إذا توقعنا أنه رح يتغير فعلا هذا المشهد؟ لبنان انعكسات هذا الاتفاق على لبنان، اليوم في معلومات أنه لبنان سيبقى في الستاتيكو حتى 2016، هل هو تحليل أم أنه هي معلومات؟ أيضا رح نحكي بالتفاصيل الداخلية اللبنانية، لكن بداية يعني نحن كنا عم نحكي تفاصيل سياسية، بس لم يعد الوضع فقط بالسياسة. لما الجريمة تصير هالقد فعلا منظمة، يعني لما تلاقي حالك ببلد ما فيك أي إشكال صغير بتحول لقتل، وقتل على عيون الدولة وعلى عيون العالم. وللأسف حتى ساعة أكثر شيء بنسمعه أنه تم توقيف الجاني، لكن المحاسبة بتقتصر على التوقيف إلى أن يتدخل النافذين بالبلد للأسف، وإما يدفعوا كفالات أو يشغلوا وسطات ليطلعوا مجرمين يدلوا بيناتنا. رح نحكي بعناوين عدة مع حضرتك، لكن اسمح لي بداية أن ننتقل إلى زميلتك لارا جحا وموجز أهم الأخبار. شكرا نانسي، أهلا بكم. أفاد مراسل الجديد شوقي سعيد أن 3 حافلات تقل أهالي العسكريين المخطوفين لدى جبهة النصرة انطلقت من أمام محطة الجبلي في بعلبك باتجاه عرسال، ومنها إلى جرود البلدة للقاء أبنائهم. طالب المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بتقديم تنازلات في المنطقة وتضحيات لإطفاء النيران المشتعلة فيها. وفي خطبة عيد الفطر طالب قبلان القيادات السياسية المحلية بوقف هرطقاتها لإعادة الأمن والاستقرار إلى لبنان. إننا اليوم أكثر إصراراً على مطالبة المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية في إيران على اختلاق مبادرة تمنع حرائق هذه المنطقة وتعيد شعوب هذه البلاد إلى ألفتها وتضامنها وشراكة مصيرها، وإلا فإننا أمام مفصل كبير وكارثة أكبر. إننا نطالب باتفاق سياسي إقليمي كالاتفاق المبارك الذي حصل بين إيران والسداسية الدولية، وأن يبادر الجميع إلى تضحيات وتنازلات من أجل إطفاء النيران في المنطقة. فهدف السياسات الخارجية يجب أن ينصب على إلفة العرب والمسلمين وليس على إعلان الحروب بينهم. إننا نطالب الجميع الكف عن هذه المهازل والهرطقات السياسية والارتقاء بالمواقف إلى مستوى الأخطار المحدقة، والعمل معا من أجل أن نعيد لهذا البلد عزته وأمنه واستقراره، وأن نسارع إلى انتخاب رئيس للجمهورية برضا الجميع وبمشاركة الجميع وبمباركة الجميع. قال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي إن تصدي إيران للولايات المتحدة المتغطرسة لا يتغير على الرغم من الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه مع القوى العالمية. وأضاف خامنئي إن طهران ما زالت على خلاف حاد مع السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط. وفي كلمة ألقاها لمناسبة عيد الفطر طلب خامنئي من السياسيين دراسة الاتفاق لضمان الحفاظ على المصالح الوطنية، لأن إيران لن تسمح بتدمير مبادئها الثورية أو قدراتها الدفاعية. وأضاف إن الزعماء الأمريكيين يسعون إلى استسلام إيران، وأن إيران لا ترحب بالحرب، ولكن إذا حدثت حرب فسيتم إلحاق الهزيمة بالولايات المتحدة.
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما ووزير الخارجية السعودية عادل الجبير رحبا بالاتفاق النووي مع إيران خلال اجتماعهما، وقال إنهما ناقشا أيضا الجهود المستمرة لتعزيز الشراكة الوثيقة طويلة الأمد بين البلدين وتعزيز أمن السعودية. كما أكد البيت الأبيض أن الخيار العسكري لا يزال حاضرا في التعامل مع إيران، إلا أن واشنطن تعتمد الخيار الدبلوماسي أولا. في العراق قتل أكثر من 100 شخص من جراء انفجار سيارة مفخخة في سوق مزدحم بالعراقيين في محافظة ديالى في واحدة من أدمى الهجمات التي نفذها تنظيم داعش، وقد أدى الانفجار إلى انهيار مبان عدة في بلدة تبعد نحو 30 كيلومترا شمال شرقي بغداد، ما أدى إلى مقتل أناس كانوا يحتفلون بعيد الفطر. وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم في المحافظة الواقعة شرقي البلاد والتي يقطنها خليط من السنة والشيعة، وعلى الأثر خرجت حشود غاضبة تعبيرا عن الحزن والسخط. وذكر ضابط من قيادة الشرطة أن فرق الإنقاذ لا تزال تنتشل الجثث من تحت الأنقاض، وأن عدد القتلى قابل للارتفاع. قالت وحدات حماية الشعب الكردية السورية والمرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم إن تنظيم الدولة الإسلامية استخدم غازات سامة في هجمات ضد مناطق يسيطر عليها الأكراد في شمال شرقي سوريا أواخر حزيران يونيو. وقالت منظمتان تتخذان من بريطانيا مقرا لهما وتحققان في الهجوم إنهما تأكدتا من استخدام تنظيم الدولة الإسلامية أسلحة كيماوية ضد القوات الكردية وأهداف مدنية في سوريا والعراق، حيث قالتا إن عناصر كيماوية استخدمت أيضا في هجوم على موقع للبشمرجة العراقية الكردية أواخر شهر حزيران الفائت. أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن طفلا جنده داعش ذبح ضابطا في الجيش السوري، وهو أول حادث من نوعه يجري توثيقه، والطفل واحد من بين بضع مئات مما يسمون جنود الخلافة، وهم أطفال دون العاشرة يتلقون تدريبا عسكريا وتوعية في الفكر المتشدد بعد تجنيدهم قرب المدارس والمساجد وفي الأماكن العامة المتواجد فيها داعش. وأظهرت صور نشرها تنظيم الدولة الإسلامية في حمص طفلا يبدو أنه دون العاشرة يرتدي زيا مموها ويمسك برأس إنسان وسكين ملطخة بالدم. وقال مدير المرصد الذي تلقى نسخة من الفيديو أن الضابط السوري سوريا أسره داعش بعدما سيطر على مدينة تدمر في أيار الماضي. من ناحية أخرى، ذكرت معلومات أن الغارات التي نفذها التحالف الدولي على رتل تابع لتنظيم داعش في البحياء قرب قضاء حديثة غربي الأنبار أدت إلى مقتل أكثر من 20 عنصرا تابعا للتنظيم، بينهم عدد من قيادات التنظيم البارزة. وأفادت المعلومات أن من بين القتلى مندوب زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي في ضربة جوية استهدفت اجتماعا لهم في محافظة الأنبار. بهذا نأتي إلى ختام الموجز، عودة إلى الحدث والزميلة نانسي السبع. شكرا كلارا. مشاهدينا برحب فيكم مجددا وأجدد الترحيب بضيفي مدير معهد المشرق للدراسات الاستراتيجية سامي نادر. نادر، بداية قبل ما ندخل إلى داعش وجرائم داعش، وهل تنتهي داعش بنتيجة مفاعيل الاتفاق النووي الغربي، لكن قبل هذه المواضيع في جريمة صارت بلبنان ولم تهز فقط لبنان وإنما هزت العالم، فينا نقول نتيجة يعني جريمة بنهار مش بمكان فينا نقول مغلق ومش حتى يعني مكان بعيد عن الأنظار، العالم عم تقطع وعم بتشوف شخص عم يرتكب جريمة بوحشية تخطت العقل الإنساني إذا بدنا نقول أو العقل البشري. شو شفت بهالجريمة؟ أنا أكيد يعني في وحشية الجريمة، بس اللي بيخوف أكثر من وحشية الجريمة أنه العين تعودت على الجريمة. يعني شفنا أنه كيف صارت بشارع ما هزت حدا، إنما كأنه صارت كحدث عابر. وشي اللي بيخليني أقول أنه أبشع ما في الجريمة أنه العين تتعود عليها وأنه تقبل فيها. يعني صرنا بحالة إحباط وتخلي، مش بس عن المواضيع السياسية ولكن عن مسائل أخلاقية يعني بالدرجة الأولى.
نتيجة يأس، نتيجة أحباط، نتيجة هيك تسليم بالأمر الواقع بغياب الدولة، لأنه كمان يعني إذا جريمة حصلت وإذا ما دلت على شيء بتدل على غياب هيبة الدولة وهيبة المؤسسة هي الضابطة. شو الحل؟ يعني لما نصير بلبنان كل يوم في خبر جريمة المحاسبة بيتصدر على كل الأخبار، يعني خبر جريمة غير عادية مثل ما بنقول، صار في فعلا زحمة جرائم فردية وشخصية بس فيها عقل. يعني إذا عم نحكي عن داعش، صار داعش بقلبنا وبيناتنا وبعقولنا للأسف. يعني الصورة اللي يعني تفضلت فيها كتير كتير صحيحة، يعني هيدي داعش صارت عم توصل عم تسحف على سقفتنا، وهيدا شيء خطر كتير. هيدا شو الحل؟ الحل بعودة الدولة لممارسة صلاحياتها الأولى، بإعادة تثبيت العقد الاجتماعي. يعني عم نشوف كيف نحن غياب العقد الاجتماعي ما بيننا والاستمرار بخلافنا أضعف الدولة وأفقدها هيبتها. بس تضعف الدولة وتفقد هيبتها، شو بحل محلها؟ بتحل محلها شريعة الغاب. بس يغيب العسكري اللي هو عم بده موكل ضبط الأمن، بده يطلع بوجهه أو لح، بس هو يغيب، مين لح يعبي المكان؟ مين لح يعبي الفضاء الاجتماعي؟ الأزعار. واليوم في دولة الزعران عم بتحل محل الدولة الناظمة للأمن للأسف. يعني إذا الخبرية اللي روتها زوجة المغدور به جورج الريف صحيحة، أنه هي دقت لـ 112 وقالت لهم في هيك مواصفات سيارة فيها شخص لحقنا وفاقد أعصابه، وهيدي الرواية صحيحة، أنه وقت جريمة سجن رومية الوزراء تنافسوا مين بده يطلع يحكي قبل، مين بده يطلع يحمل تاني مسؤولية. الدولة كلها صارت انه في حدا انضرب، في سجين انضرب، يا ويلاه شو صار. ما طلع حدا قال صحيح جرى هذا الاتصال، مين العنصر اللي تلقى الاتصال وليش تخلى عن حماية هذا المجتمع مش بس هذا الشخص. وينهم؟ وين الدولة بهيك محق؟ يعني إذا بدنا نحكي فعلا حتى ما نضلنا ننق ونقول إنه في جريمة صارت ومصيبة، في شيء لازم يتحاسب، مش بس اللي قتل، في ناس خلت هيدا الزلمة يوصل لمرحلة أكثر من ثلث ساعة من طريق المسار لمكان وقوع الجريمة. ما بدنا نرفع شو بقولون لإيله أسباب تخفيفية، لأنه هيدا وحش وهيدا مجرم وهيدا أكيد لازم يعاقب. بس ولكن في حد كمان مجرمين عم بتكون المجتمع، عندنا مشكله بالسياسه، عندنا مشكله بالناس اللي عم بتغطي هالجريمه من حيث يعني يدرون او لا يدرون. اذا مزبوط ومزبوط انه صاحب سوابق، صاحب سوابق، هيدي مش اول مره سبق وعملها، شيء قطش ديني، شيء قطع يعني شيء قتل، شيء قوص، شيء اذا يعني. وهيدا انه عايش بمحيط معين وعم بهالمحيط عم بأمن له غطاء. اليوم بتصور يعني يجب تسليط الضوء على هالشيء، وإذا الدولة ما عم بتكفي تقوم بواجباتها على وسائل الإعلام كمان، والمجتمع المدني يضغط بهالاتجاه، علما أنه ما في حل محل ولا حدا في حل محل الدولة والسلطات المختصة. أكيد حضرتك شفت وسمعت قديش في ناس عم تدعي صارت أنه هي تحمي حالة بحالة، أنه كل واحد يحط مسدس بسيارته، كل واحد يعني لأنه ما وقت تعرف ممكن تكون مارق على الطريق يهجم عليك وحش ويقتلك، يعني بتصير صحيح. صارت طيب هون هيدي الدولة لما تسمع أنه مواطنينا عم بيقولوا نحن رايحين للأمن الذاتي لإلنا لحماية أنفسنا على طرقاتنا من آخر، شو ما كان هذا الآخر، من دون هوية طائفية ولا مذهبية ولا سياسية، بس إنه صار الخوف، كل واحد بحس إنه أنا ممكن كون أنا محل جورج الريف. صحيح، يعني هيدا رجعنا، أنا كنت صغير أو بدايات الحرب، بس صار بس تفككت يعني كل أوصال الدولة، انهارت الدولة الناظمة للأمن، الدولة الضامنة للحقوق،
صفة قبل ما ترجع تتنظم الميليشيات اللي هي كمان غلط ما لازم، ولكن قبل بعشنا مرحلة كل واحد حاطت فرد على جنبه وكل واحد بده يأمن حمايته. يعني هون ما فيك تلومي المواطن، لأنه المواطن كمان خايف على أولاده، خايف على حاله، خايف على 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 نسائه. إذا الحل شو الحل؟ أنه نرجع نقعد يعني تحت يعني تحت قبة مؤسساتنا الدستورية، نشوف كيف بدنا نرجع نعيد الحياة ونثبت هالعقد الاجتماعي اللي فرط، نشوف على شو متفقين بالحد الأدنى والشيء المتفقين عليه، نرجع نعيد الحياة والدور للمؤسسات الوحدة قادرة تكون ناظمة للأمن وضامنة للحقوق الأساسية للفرد وللمواطن. طب هون بالحديث عن المؤسسات كمان يعني جريمة إنسانية أيام بتخليك تتنزل عن قيم إنسانية. أنا شفت كتير ناس على مواقع التواصل الاجتماعي كاتبة نحن ضد عقوبة الإعدام، لكن اليوم الإعدام لطارق يتيم وهو الشخص الذي قتل جورج ريف، لا أنا ضد لأنه اعتبروا أنه كأنه ما بقى في رادع. يعني ما بقى يمنعك من القتل غير أنك تلغي هدول المجرمين الوحوش. هون دولة تحكم بالإعدام ولا تطبق، قديش هون في احترام بالمؤسسات وبالقانون؟ يعني يا أما القاضي بده يصيروا يطلعوا له على أساس أنه هو الذي متجرد من إنسانيته لا بيحكم بالإعدام، وفي سياسيين بيرفضوا يطبقوا هالعقوبة، يا أما خلص الغوا عقوبة الإعدام إذا مش قادرين تطبقوها، يعني حتى كمان ما نصير بإزدواجية معايير. مزبوط. هلأ في شغلتين، في العقاب وفرض العقاب، وفي مسألة يعني العقاب أن يكون الإعدام هل يجب الإبقاء عليه أو إزالته. العقاب مثل ما تفضلتي لازم يصير، وإذا ما صار هذا العقاب يعني هالجريمة رح تضل مستمرة. هلأ مسألة الإعدام أنا شخصيا ضدها، لأنه يعني على هنا عم نوضع نفسنا على غير مستوى. يعني معظم البلدان حتى لغيتها. أنا بشوف أنه مشهد إنسان عم يقطع رأس إنسان شو ما كانت هيدا لازم ينلغى. ينلغى من الوجود، ينلغى من ولا داعش تقوم فيه لأنه شافت الدولة قامت فيه قبل. هيدي مسألة لازم انه تنزل. طيب ليه ما بتلغى العقوبه في لبنان؟ لا هيدا مفروض، يعني هيدا تحدي امام اساسا، يعني لحد امبارح في احكام عم تصدر بالاعدام بلبنان. هيدا غلط. انا شخصيا موقفي انا ضد حكومه. ايه بس ليش نحن ما بنلغيها؟ لانه بدنا مجلس نواب يشرع، وبدنا نقاش جدي يرجع ينطرح بالمجال العام. يعني هيدي من الاصلاحات الضروريه اللي مفروض نحن نقوم فيها. هيدي اصلاح ضروري للنظام القضائي، للنظام الاجتماعي اللي نحن عايشين بظله. ولكن قبل ما نوصل لهون نحن وهيدا اصلاح ضروري، يجب ايقاف الجريمه. كيف بيكون الرادع؟ بالرادع انه الدول، انه القوى الامنيه ترجع تقوم بدورها، لانه هي موكله بحفظ الامن. بس بحالة شو الدوله؟ شخص دوله شو هي؟ انه تحفظ الامن. شو بيردعوا؟ يعني مثل ما قلنا حدا هالقد صاحب سوابق، هالقد اساسا يعني يضعوه بالسجن المؤبد، ما بده يعالجوه. يعني المؤبد هو يعني في انا مؤبد غير مخفف. انا خلص يصير المؤبد هو البديل عن الاعدام. بالتأكيد. يعني أنا مني قاضي، يعني أنا لا مني بس قاضي. عم نقول إنه اليوم في خلص في مجتمع عم بيقول نحن ما فينا بقى نموت هيك، حتى ما يتحول كل المجتمع لثأرة. كمان صار عندك ناس بتقلك بدي أقتله بإيدي. صحيح. وما يعني نخلي الوحش فالت، لأنه هيدا الوحش بيعدي غيره ومتبلش بوحش، وهيدي ظاهرة. هيدي ظاهرة لأنه عم تفشت وعلامة عن وضع غير مستقيم، عن وضع مش مزبوط. في مرض ضارب مجتمعنا اليوم. بتلاقي انه دخلنا في لبنان مرحلة الاحباط الاجتماعي؟ بس شوف جريمة من هالنوع انا بخاف، وبقول هيدا ولد، هيدا بلد مش لولد يعيش فيه. لا بتقلك بصراحة، يعني هيدا فيها تصير من مع مين ما كان. مين ما كان انه اختلف على حق المرور بروح بيهجم عليه وبيطعنوا بالسكين وبيقتلوا والمجتمع عم بيتفرج. هيدا كتير خطرة بدم بارد. وهيدا المجرم مش أول جريمة عم بيقوم فيها، سبق وقام بجرائم أخرى ومغطى من الطبقة السياسية أو من الطبقة النافذة. لا لا، هيدا شيء ما بيجوز.
بالقانون فكرة المجتمع بيتفرج كمان، بيقول لك المواطن اللبناني أيا يكن حيلا حدا منا إذا قطع الطريق وبشوف هيك مشكل بتوقف ولا ما بتوقف، بتتورط ولا ما بتتورط، أنا بتنساق على التحقيق. ما هي هيدا المشكل. أنا اللي بقول أنا مش عم بقول يعني أنه بس عم بيتفرج. طب واحد ما بيعمل تليفون، طب واحد تاني نهار ما بيتظاهر. تظاهرنا على أقل بكتير من هيك وكسرنا الدنيا على أقل بكتير من هيك. طيب هيدا منه موضوع مظاهرة؟ هيدا منه موضوع في يجمع ليه اللبنانيين من النقورة لنهر البارد؟ لا، هيدا موضوع لازم يجمعنا. وأنا بتصور إذا فينا نخوة لازم أنه اللبنانيين كلهم ينزلوا على الطريق، لأنه كرامة الإنسان هي على المحك. ظهرنا على أقل بكتير من هيك واختلفنا على أقل بكتير من هيك. هيدا موضوع بفتكر نحن قادرين نجتمع عليه، شو ما كانت طوائفنا، شو ما كانت مللنا، شو ما كانت هو غير خلافي، موضوع غير خلافي وغير طائفي وغير سياسي. يعني هيدا موضوع مثل ما عم نقول كل واحد منا اليوم، كل حدا معرض انه يكون على الطريق ويصير معه هيك حادث. صحيح. بالانتقال الى المواضيع السياسية، الاتفاق النووي الايراني كنت من المستبعدين. ايه انا فوجئت انه يتم توقيعه. صحيح. ولا شك انه توقيع هذا الاتفاق يعني بيشكل عنصر نجاح كتير كبير للدبلوماسية الإيرانية، لأنه الإيرانيين قدروا أول شيء حافظوا على البرنامج قدرتهم النووية، ونشأنا أو أبينا بعد 10 سنين إيران فاتت على مجموعة الدول اللي بيسموها على عتبة النووي، يعني مثل اليابان مثل ألمانيا مثل البرازيل. إذن حافظت على قدراتها النووية. هلأ بالطبع في حاطين لحظر أنه ما تروح سكروا للبواب أمام إنتاج سلاح نووي بالعشر سنين المقبلين، ولكن عند انتهاء مدة هذا العقد، لأنه هذا العقد عنده مدة، إيران أصبحت يعني أكيد بتضل تحت نظام معاهدة الحظر النووي عالميا، ولكن صارت بما يسمى مجموعة على عتبة السلاح النووي. هذا واحد. اثنين، أنه ما في شك أنه أفرجت عن العقوبات يعني والأموال الطائلة، يعني عم نحكي عن 100 مليار دولار. هيدا غير المفاعيل الأخرى نتيجة أنه انخراط واندماج إيران إذا هي اختارت هالطريق. هيدا موضوع تاني رح نرجع له إلى في الاقتصاد العالمي. إذن يعني بيكفي حتى واحد يعني يشوف أنه هالعنصرين، أنه قدرت إيران أول شيء تكريس حقها السيادة بتطوير برنامج نووي مدني، وصولها بعد 10 سنين على عتبة النووي العسكري، والإفراج عن أموال كانت محجوزة، وكل المفاعيل الناتجة عن هذا الموضوع. يعني هلأ كيف رح يتعامل الغرب مع هذا الموضوع؟ شو رح يكون يعني هون في موقفين لازم نرصده. كيف الدول اساسا الغربيه، ولكن ما في شك انه هذا نجاح للدبلوماسيه. بتعتبره انتصار لايران؟ يعني عم انا ما بحب كلمات انتصار وهيك، بس انتصار وربح وخساره بيقولوا لا ما في، بس بهيك اتفاق ما في حدا ربح. يعني ما معقول نقول كمان ما في لا رابح ولا خاسر. لا أكيد الدبلوماسية الإيرانية ربحت، أكيد المحور روحاني ظريف ربح، أكيد المستثمرين أو القادرين بكرة يستثمروا في إيران الشركات الكبرى هي من الرابحين. مفاعيل أولى مفاعيل هذا الاتفاق هو انخفاض بأسعار النفط، لأنه أنت اليوم عندك رابع منتج نفط بالعالم، ثاني منتج غاز بالعالم دخل الأسواق ومحرر. إذن كل واحد في الدول واقتصادات لح تستفيد من هبوط أسعار النفط. نعم، ولكن هلأ المسألة أنه هل حلفاء النظام أو هل التيار المتشدد في إيران ربح، يعني المتمثل بحرس الثورة، هون في علامة استفهام. هيدي بتثبتها الأيام أو الأسابيع المقبلة، هل إيران لح تستفيد من هيدي الفرصة؟ يعني اليوم إيران أمام خيار، هي كمان بعد هالنجاح هلا شو بتعمل بهالنجاح؟ هل بتروح باتجاه تطوير اقتصادها
انخراطها بالاقتصاد العالمي، اندماجها بالاقتصاد أكيد. العالمي أكيد بتستفيد من هذه الفرصة أو كمان تستفيد من هذه الأموال وبتستمر بسياستها التوسعية في الشرق الأوسط، يعني في اليمن وفي العراق. بس دائما بيقولوا لك بده يكون في بإيدك أوراق قوة لكي تفاوض الأقوياء، يعني البعض يقول إنه إيران ما كان قبل الاتفاق حتما لن يكون بعده، لأنه يعني هي أخذت البداية مثل ما عم نقول بخطوة أولية، بعدين صحيح ولكن هي أيضا استعملت هذه الورقة، يعني هذه الورقة يعني استخدمت أوراق القوة اللي بإيدها، هذه القوة الأساسية أنه أنا ممكن أو أوحد أنه ممكن تكون عم بتطور شيء، أنه هذه الورقة انسحبت، لأنه هذه كمان بالمقابل اليوم تطلق يد الآخرين. اليوم اللي كان عم بفاوض على إيران وعم بيقلها أنه عم أهلك ما بدنا نوصل لحل بالمسألة السورية مثلا، تناخد مسألة السورية، اليوم الأمريكاني كان جامد. ليه؟ لأنه ما بده يأخذ أي مبادرة، ما بده يقوم بأي عمل تما يزعج هل المفاوضة اللي عم بتتم مع إيران، واللي كانت بالنسبة له للرئيس الأمريكي هذه الأولوية الأولى. طيب هيدا اليوم الاتفاق تم، هذا الاتفاق تم، شو رح تعمل بالمسألة السورية؟ لأنه مطالب هو دوليا وداخليا أنه يلاقي حل للأزمة السورية. شو رح تعمل بالمسألة اليمنية؟ شو رح هل بس البعض يقول أنه إذا بدنا نحكي تحديدا بمثلا الأزمة السورية، في كان تحليلات تقول بأنه كل ما يجري في سوريا هو لإضعاف هذا المحور، يعني إذا صحيح. كانت البداية هي لإضعاف إيران وإرغامها على القبول بما لم يكن من الممكن أن تقبل به، ما قدروا بهالحالة. يعني سوريا أساسا هيدي الورقة اللي استخدمت لتقوية أو إضعاف المفاوضات خلصت، مش هيك سمعنا رئيس الأمريكي باراك أوباما عم بيقول سوريا انه ايران ستكون شريكه هذا كلام صحيح، ولكن هذا كلام نحن عم نقول الاتفاق فيما بعد الاتفاق، هيدا نقطه. النقطه اللي ما بعد، هل ايران لح هيدي فرصه لايران ترجع تتصالح مع المجتمع الدولي، هل ايران لح تتصالح مع المجتمع الدولي او ايران لح تبقى بعزله مع المجتمع الدولي؟ يعني اليوم التصريحات المرشد الأعلى عم بيقول يعني بالسياسه فيك تفهميها انه لا، هو مستمر في المواجهه، هل انه هيدا موقف تكتيكي؟ لكن اذا فرضت عليها صحيح. علينا صحيح. انه مشان هيك عم نقول امام خيار، انه هيدا الاتفاق او بيكون معبر الى مزيد من الاستقرار، او بيكون معبر الى تغيير في السياسه الإيرانية، أو بده يبقي على السياسة الإيرانية. إذا ما أبقى على السياسة الإيرانية كما هي، أنا بعتبر أنه هذا الاتفاق بيكون كتير مشابه للاتفاق اللي صار بشأن الكيماوي بسوريا، يعني أنه نحن ننزع هذه القدرة اللي اسمها الكيماوية، مثل ما اليوم نزعنا مرحلياً القدرة النووية، وبيبقى الصراع لبل بيستفحل. ليه؟ لانه في عندك الطرف المقابل، شوف الطرف شو عم بيقول الطرف المقابل. مين الطرف يعني المقابل هون؟ يعني اليوم عندي كل الدول العربيه اللي هي تناهض ايران، يعني او بشكل مباشر او غير مباشر، وده بشكل غير مباشر ناس على علاقه مع ايران مثل الاتراك او المساروي، انه منهم هن بمواجهه مباشره مع ايران مثل المملكه العربيه السعوديه. هدول انا بستبعد بكره ما يطلبوا أنه شو حصلت إيران بموجب هذا الاتفاق؟ نحن بدنا إيه؟ مش هذه قدرات نووية سلمية؟ نحن نريد على الأقل أدى، ومن هون يعني من محاذير قادرين يطوروا أدى. يعني هون كمان البعض يقول أنه مثل بكل شيء بالحياة، تركيا الاقتصاد نمر 16 بالعالم، مش بس بكل شيء بالحياة، أنه في ظروف جعلت من الإيرانيين نوويين يعني بمكان ما. صحيح. هذا الظرف اليوم اللي تركيا اللي مثل ما عم نقول تركوا لها اقتصادها يقوى، ما فينا نقارنها ببلد ضرب اقتصاده. صحيح. يعني صحيح. يعني هون كمان بس ولكن كمان يعني نحن منهم تلاميذ بوزنسون هون. يعني هدول الدول عم بتسعى لوضع موازين قوى، لوضع سياسات دفاعية. اليوم أنا بستبعد، هلأ يمكن يكون غلطان، بس أنا بستبعد أنه دولة مثل تركيا، وبعرف كيف تركيا بتشوف حالها
مش نحن كيف بنشوفها، كيف تركيا بتشوف حالها انه تضلها بعيده عن هذا المسار. وايضا بمصر يعني بعد ما يرجع يلتقط انفاسه الرئيس السيسي، ايضا هلا المساله السعوديه يمكن عندن اكيد فيها طالب من هالشيء، وعندها او عندها علاقه مع الباكستان فيها يعني ترجع تستفيد منها لتامين حمايه نوويه. هون المحاذير انه اليوم اذا ابقينا نحن على الصراع كما هو دائر، انه يكون هيدا الاتفاق مدخل للعكس ما ارادوه بالقبل، للسباق حول النووي. ولكن اذا لانه الفرصه متاحه انه ايران تغير تصرفها، انه ايران تصير تشبه اكثر حسن روحاني ومحمد جواد ظريف مما عم تشبه قاسم سليماني والمرشد الاعلى، مع الاحترام للكل. يعني هون العالم عم بيحكي ويمكن عم بيتامل، يمكن في wishful thinking انه تصير ايران نوع من الصين الجديده في المنطقه، اي انه تبقى على النظام كما هو، ولكن الى مزيد من التطور الاقتصادي، النمو الاقتصادي، الى مزيد من الانخراط مع المجتمع العالمي بالبداية اقتصاديا ومن ثم سياسيا، لأنه كل ما نمي الاقتصاد بتطلع بالداخل أنه مراكز نفوذ ومجموعات بتطالب أنه يا خي نحن ما بدنا حروب يقدروا يحافظوا على مصالحهم. واللي عم بيغالوا بالتفاؤل بهذا الاتفاق بيقولوا أنه إيران عنده الإمكانية، وهو حقيقة إيران عندها إمكانية تتخطى تركيا بعد 10 سنوات. اليوم الناتج القومي بس الناتج القومي اليوم بإيران رغم أنه تقلص بنسبة كتير كبيرة، هو عم نحكي 250 مليار دولار تقريبا سنويا، عندها اليوم القدرة أنه يتخطى البليون أو التريليون عفوا بعد 10 سنين ويرجع ياخذ هذا الموقع، لأنه هي عندها قدرات. قلنا عندها طاقة، عندها قدرات صناعية، عندها مجتمع شاب. هذا المجتمع الشاب يعني هو يمكن إذا في من منتصر وإذا في من دافع كان لتسوية حول المسألة النووية، هو المجتمع الشاب الإيراني اللي كمان هو حمل بالدورة الأولى روحاني إلى الرئاسة. إذا بدنا نحكي عن إيران دولة عالمية فينا نقول اليوم، أو دولة تجلس على طاولة الأمم، وهيدا من نجاحاتها أنه قدرت قعدت هي قدرت قعدت لمدة 24 شهر على طاولة 5+1. من سيجلس مع إيران من حلفائها ومن سيخرج من دائرة المفاوضات بعد فاصل أول؟ مشاهدينا برحب فيكم مجددا ونتابع حوارنا مع مدير معهد المشرق للدراسات الاستراتيجية سامي نادر. بسؤال المركزي اليوم، الكل تسمع بالسياسة انه ايران رح تترك ورقة اليمن، ايران رح تتخلى عن حزب الله، ايران رح تترك الرئيس السوري بشار الاسد، بوقت بينقال انه مش سهلة انه ايران تذهب وحيدة اللي تخوض وتدخل البوابة العالمية بالوقت اللي كانوا هول الوراء القوة مع برا البعض يقول إلى السياسات العالمية. لا هيدي ما كانت ورقة القوة، أنا بتصور كانت ورقة الضعف. يعني اليوم إذا بدك تشوف كيف الكونغرس وكيف عم تهاجم إيران، رح تهاجم إيران على قاعدة اليوم مسألة السياسة التوسعية اللي بسموها سياسة تصدير الثورة. خدي مثلا يعني رفع الحظر عن قاسم سليماني، حتى لو رفع الحظر عن قاسم سليماني يعني اللي انورد بأحد الملحقات ورجع خلق جو غضب بالأوساط يعني اللي عم تنتقد الاتفاق. وأنا متوقع أنه كل النقاش اللي حيصير بالكونغرس يعني يتناول ويتركز على هالقضية تحديدا، وعلى قضية أنه أنتوا اليوم عم تفتحوا المجال لإطلاق سباق نووي جديد بالمنطقة. يعني بفتكر النقاش بالكونغرس رح يصير على هالنقطتين تحديدا، وفي خطر، في خطر يعني يبقى أن هنالك خطر أنه ما يمرق الاتفاق. أنا أكيد
أو أكيد أنا متوقع أنه الاتفاق ما يمرق بالدرجة الأولى، يعمل فيتو الرئيس. هلأ لإسقاط فيتو الرئيس أوباما أنت بحاجة لثلثين مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأمريكي، يعني وهون دقيقة، يعني إذا الجمهوريين قدروا حصلوا إلى يصوت إلى جنبهم 13 نائب ديمقراطي بيسقط الاتفاق، ولكن بيبقى أنه مش بس أمريكا وقعت عليه، وقع عليه أنه خمس دول أخرى، ولكن أكيد بيكون ضربة للاتفاق. ومن هون بتصور يعني المرحلة المقبلة لح تكون حاسمة، لأنه أنت لح تقدمي مشهد للكونغرس الأمريكي والكل عم بينتقدك أنه ليكو إيران لح تستعمل هذه الأموال لا الاستمرار بمشروع تصدير الثورة، ليكو المعارك لم تتوقف في سوريا، ليكو شو عم بيصير باليمن بعد في حوادث وفي حرب، وبالعراق ما عملنا شيء. ومن هون الأشهر المقبلة أقله لكانون الأول 15 كانون الأول لح تكون حاسمة بالنسبة لأنه كيف الداخل الأمريكي لح يتعامل مع هذا القرار. إيه بس كمان اليوم الداخل الأمريكي أمام شبح آخر اسمه داعش، يعني اليوم المشهد اللي القوة الورقة القوة اللي بيد أوباما والفريق المؤيد لسياسة أوباما أنه هذه إيران تقف بوجه هذا الإرهاب الذي لم يعد حكرا على سوريا أو ليبيا، عم بتشوفوه صار بقلب أوروبا، عم بتشوفوه يمكن عنا بالولايات المتحدة تلاقوه بيناتنا، أنه بالعكس هيدي إيران. يعني أنتوا قدام خيارين، يا بتأيدوا إيران القوية بهذا المشهد يا أما بتأيدوا من يدعم داعش. وهذا صحيح، يعني إذا هون في من ورقة، وهون شو بقولوا من هيك المفارقات، أنه إذا في من ورقة استعملتها بشكل غير مباشر إيران هي ورقة داعش، أنه اليوم هجوم ما بتكون يعني ليكو شو في بوجه، ليكو شو في، واللي عم بيروح باتجاه المدافع يدافع عن القرار عم بيقول أنه طب نحن عم يعني الوزير كيري قال يعني بمقابلة مع البي بي سي بفتكر من شيء 3 أيام أنه أول شيء هيدا متعلق بالنووي، ولكن أنا بدي أذكركم أنه تعاوننا نحن مع إيران للحد من نفوذ طالبان بأفغانستان، وتعاوننا مع إيران أو نحن وإيران عم نواجه داعش بالعراق. إذن مزبوط، ولكن بيبقى أنه أنت إذا عم بالداخل الأمريكي عم بتراقب أنه لا إيران مستمرة بسياساتها التوسعية، عم تستعمل هالوراق مثل ما عم تتفضلي أكثر من اللازم لحتى قوي الشعور أنه لا هنالك خديعة نحن وقعنا فيها، خدعتنا إيران، لأنه عم ترجع نسمع هالكلام، خدعتنا إيران وهذا الاتفاق كان خديعة إيرانية وهو انتصار لإيران وهزيمة للفريق اللي عم بيفوضها. شو مفروض تلاقيهم؟ ما فيك، يعني نحن عم نقول بلشنا الحكي أنه هذا نجاح للدبلوماسية الإيرانية، ولكن إذا أنت بتستغل أكثر من اللزوم هيدا النجاح وبتروحي فيه للمغالات، يعني للمغالات بتكوني عم بتفرطي فيه. نحن عم نقول هيدي فرصة لإيران، اليوم إيران رح تلاقي حالها مضطرة إنه تبين عن نواياها الحسنة عبر تخلي. أنا بقول إلى مصلحة وإلى مصلحة، عن مين بدها تتخلى أولا؟ إذا بدك تلاقي بقائمة أولويات إنه إيران تظهر إنه أنا لم أعد دولة حرب في المنطقة مثل ما البعض بيوصفها، أول أوراق التخلي عندها رح تكون الحوثيين في اليمن؟ إذا ما نقول تخلي يعني. ولكن كمان هذه الورقة ما رح توصلها محل، رح توصلها لأفغانستان جديدة، وحتى كمان أيضا الإمساك والإمساك المفرد بورقة الأسد بسوريا ما رح توصل. بس ما الأسد في سوريا اليوم يتمسك فيه ولكن العالم، صرنا ولكن صرنا عم نسمع أنه فرنسا ترسل وفود ومندوبين للقاء رئيس الأسد. عم بيصير ساحة استنزاف لإيران ولحزب الله، أنه اليوم أنه المعارك ولا بسوريا ولا باليمن تنحسم عسكريا، ولا يعني بس حدثك من القائلين بانه تتخلى عن الرئيس مش لحت هي لحت ما لح تتخلى اليوم حتى باوساط كثير مطلعه مثل شوفي مجله الايكونومست هذا الاسبوع عم بتقول لك انه جرى الحديث على امكانيه استبدال الاسد في سوريا، يعني بالنتيجه ايران عندها مصالح. بس هذا الحديث مش جديد، صرنا قبل الانتخابات ولكن السورية اليوم ترجع بس اليوم عم تتناقلوا اوساط عندها مصداقيه اكبر بكثير من اللي كانت الصحف اللي عم تتناوله الصحف المحلية. لا يعني اليوم
انا عم تتخلي عن 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 ورقه، ايه بتتخلي عن ورقه، كيف بتعملي تسويه؟ بتعملي تسويه على قاعده التسويه اللي عملتي فيها انت بشان النووي، لانه اليوم الابقاء على الورقه الحوثيه في اليمن لوين بدها توصل؟ شو افقها بسوريا ايضا؟ يعني اليوم اذا فيها ايران بسوريا اذا تنازلت عن رئيس الاسد من يتنازل عن ايران؟ ايران دوله قويه بالمنطقه، عندها نفوذها في منطقه الشرق الاوسط، هذا ما حدا عم بيناقش فيه، انا عم ناقش فيه بس اذا ايران دخلت اليوم، بس فينا بس مرق الملاحظ، هل ايران هي الدوله الاقليميه الوحيده ذو النفوذ في الشرق الاوسط؟ لا. انا اعتقد اذا بدنا نروح بهذا الاتجاه، يعني النجاح اللي كنا عم نحكي فيه تم الافراط فيه، ونحن فتنا بمجال مواجهة عسكرية لن تتوقف. يعني عندك اليوم دول مثل إسرائيل بالمنطقة، يعني تركيا رح تنصب لها أكثر من فخ، عندك دول مثل تركيا، على تركيا كمان عم تترقب، لأنه في من أحد المشاريع المطروحة مد أنبوب للغاز. نحن عم نحكي عن إيران الدولة الثانية يعني المنتجة للغاز عالمياً، علما انه هلا ما بتصدر، كل استهلاك عم بيستعمل محليا، ولكن في مشروع لتمرير انبوب الى اوروبا عبر الكوريدان. صحيح، ورغم التنافس العمي ايضا في هنالك صراع مع المملكه العربيه السعوديه، هل منروح باتجاه تاجيج هذا الصراع؟ يعني بسمع جواد ظريف اليوم بيقول انه لا، في توجه نحو يعني انفتاح اكثر على جيري، ولكن اللي بيسمع المرشد الاعلى كمان للجمهوريه اليوم انه بي 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 يعني بيرجع بيوضع علامه استفهام. هلا الاشهر المقبله هي رح تحسم المشهد. يعني في سؤال قلته ببدايه الحلقه، لبنان في ستاتيكو الى 2016، نتيجة هيدي القراءة اللي حضرتك عم بتقولها، كونغرس أمريكي ناطرين معه لكانون لينحسم المشهد أو المشهد الأولي كمان، كونغرس عنده شهرين، بعدين في هلأ في قرار من مجلس الأمن بده يصدق على هذا الاتفاق، يلغي كل القرارات السابقة. هو هالقرار لازم يصير يعني بالشهر المقبل، بعد الشهر المقبل في وكالة الدولية للذرة بدها تقدم تقريرها، بدها تقدم تقريرها ب 15 أيلول 15 لا ديسمبر ديسمبر كمان كانوا من هلا لوقتها، يعني ما في رفع للعقوبات، رفع للعقوبات بيصير بعد هالفترة، يعني بده فترة من 5 إلى 6 شهور إذا كل شيء صار. هلا واحد اللي بده يرسله شو المشهد بهدول، شو المشهد وشو رح يكون الموقف الإسرائيلي، أيضا الموقف الإسرائيلي عنده القدرات حتى يرجع يخربط بموازين القوى ويخربط بالمشهد، أو يستدرج إيران لمواجهة أو أي شيء آخر. يعني مزبوط من يتحدث، وإذا ما صار شيء لأنه الإسرائيلي ما رح يبيعه ببلاش، ممكن نشهد حرب إسرائيلية، ممكن أن تتهور إسرائيل إلى حد الحرب. يعني إذا بنتذكر كل الاتفاقات التي كان يعمل عليها، يعني لما كان عم يحكي بطرح الدولتين الرئيس الأمريكي، شفنا غزة وعدوان غزة، شفنا قبل أنابوليس أيضا غزة، شفنا في لبنان حرب تموز على أبواب 1701 بالآخر انتهت بقرار دولي. يعني دايما أي قرار عم بيكون مسبوق بحرب للأسف، من كام ديفيد لليوم إذا بدنا نشوف كيف صارت القرارات، وكيف كل قرار بيكون في قبله حرب كبرى. حضرتك من يقرؤون بأنه إسرائيل قد تعمد إلى حرب؟ لا، لأن في حرب دايرة بتحولها حتى تخدم أكثر مصلحتها، هي الحرب السنية الشيعية بالمنطقة. يعني أنا بشوف إمكانية كتير كبيرة لتأجيج هذه الحروب، أنه في قوى رح تعمل باتجاه تأجيج هذه الحروب، وبيكون أحد أهدافها يعني أول شيء إرباك إيران، زيادة مساحات الاستنزاف في سوريا والعراق، قطع يعني تعمل قطيعة مع مجتمع الإسلامي والعربي. هلا وبذات الوقت انه اسرائيل انه مش رح تبيعه ببلاش، شفنا اليوم انه في عقود عسكريه كثير كبيره بارحه تحديدا، انه حتى تطمئن اسرائيل وتحافظ على امنها. يعني اسرائيل كمان بلشت تقبض ثمار هذا الموضوع، من شيء اسبوعين حصلت على غواصه، هيدي الغواصه السابعه، يعني صار عندها 6 غواصات المانيه، هو اللي بتحمل رؤوس ذرية، وهن أساسيين الغواصات بما يسمى second strike، الضربة الثانية، هيدي
التوازن النووي النقطة الأساس هي الضربة الثانية. إذن أنه إسرائيل عم استفادت أكيد من هذا الموضوع لحتى ترجع تكرس أغلبيتها أو قدرتها الأولية في هذا المجال، تحافظ على المرتبة الأولى عسكرية من حيث القوة الضاربة. وأيضا الاتفاق سمح لها لإسرائيل أن تبعد المشكل 10 سنوات، أنه عندها 10 سنوات ليوي هامش حتى توصل إيران على عتبة النووي العسكرية حتى ترجع تشوف خياراتها هي شو هي. يعني بتعتبر أنه اليوم تستبعد أن أنا أستبعد ولكن أنه بشوف كتير معقول استفحال هذه الحرب السنية الشيعية وهذه الحروب اللي أخذت الطابع المذهبي. مشان هيك شفنا اليوم هذا المشهد في العراق، مزبوط، تقرأ بأنه للأسف ذاهبون إلى المزيد من الدماء والنار بهذه المنطقة، المناطق المشتعلة إلا إذا العراب الأمريكي لهذا الاتفاق أخذ مبادرة. شو هي المبادرة؟ مبادرة سلام، بدك تحط الإيرانية والعرب على نفس الطاولة. شو يعني مبادرة سلام؟ يعني بس خلصنا نحن من الحرب الخليج الأولى إذا بتذكر 92، رحنا على مدريد. أوكي. رحنا على مدريد وارتكب المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية تحديدا خطأ استبعاد إيران. اليوم عم بيتم مدريد بحضور إيران، يعني عكس مدريد، يعني نحن عم نحط إيران على الطاولة وعم نستبعد الطرف الآخر إلا إذا وجدوا الأطراف الأساسية المعنية بالشرق الأوسط على طاولة واحدة من أجل يعني رأب أول شيء الصدع بين السنة والشيعة ومحاولة إيجاد التسويات لهالقوى المتنازعة على أرض الشرق الأوسط، ما لح نروح على فترة استقرار. واللي ومشان هيك هذا الاتفاق ممكن يكون مدخل لنوع من مدريد آخر، لمبادرة دبلوماسية تقوم على التطبيع ما بين هذه الدول، ويمكن تكون من إفرازاتها سايكس بيكو جديد. يعني تقرأ أنه ممكن أن نكون نحن نشهد على مشهد، هيدي ضرورة وإلا عم نفرط. إذا أنت اليوم من الجهة الغربية من الموقع على الاتفاق وقفت عند هالاتفاق وما عملت شيء، بتصور أنه عم تاخذي كمان ريسك أنه تفرط بهذا الاتفاق. بتصدق اليوم كل من كان يحلل ويقول بأنه لسنا على طاولة الأمم كشرق أوسط بخلافاتنا السياسية ومواضيعنا السياسية، وأنه إيران فقط كانت كل هالفترة، يعني احنا عم نحكي كمان مش عمر قصير عمر المفاوضات كمان الإيرانية الأمريكية، وإن كانت أكثر حماوة بالسنتين الأخيرتين، لكن عم نحكي بعشر سنين وأكثر كانوا يحاولوا أنه يتفاوضوا الأمريكان والإيرانيين. هل معقول أنه كل هيدي المدة لم نكن على الطاولة، طاولة المفاوضات، أنه بس خلص مش بس لبنان الشرق أوسط، أنه بس الاتفاق هو نووي غربي؟ لا بالتأكيد في، يعني كان في قنوات المنطقة كانت عم تتغير كمان بهذه الفترة، كان في قنوات سرية حتى، يعني مثلا إدراج اسم قاسم سليماني على بالملحقات، هيدا بتدل أنه في قصص أخرى أنه عم بتصير على كانت إن كان بسلطنة عمان أو كان بقبرص أو يعني في مفاوضات بين الأمريكيين وحزب الله ما عادت سر، يعني بدأت من تحول من قائمة إرهاب إلى سحبه عن قائمة أساسا. أكيد هذا الموضوع أكيد. أنا فكرت كنت عم تسألي أنه هل أمريكا عم ترجع بتهتم بالشرق الأوسط، لأنه شفنا سياسة تراجع خطوة إلى الوراء، انسحاب من الشرق الأوسط مع وصول أوباما، صار أنه بده يعيد هندسة السياسة الخارجية ويروح أكثر باتجاه الصين، جرب يعمل خروقات بالصين ما قدر عمل شيء، إنما كانت النتائج عكسية، توسع نفوذ الصين وصارت الصين عدوانية أكثر. طيب. قدر حدث الخرق مع إيران يعني بالشرق الأوسط، وأمريكا بتجرب تهرب من الشرق الأوسط، وأن الشرق الأوسط عم بيلحقها، الشرق الأوسط عم بيلحقها، لأنه هون عندك مهد الأديان، كل اليوم الأمور عم تاخد طابع مذهبي في الداخل الأمريكي في الداخل الأوروبي. إذن اليوم المشكلة العربية ومشكلة الشرق الأوسط تحديدا مش ممكن الهروب منها، وحتى لو جربوا يهربوا منها عم تلحقهم لدخلهم. سأدخل إلى فاصل، بعد هذا الفاصل هل
يعني اليوم كل الناس عم بتقول 144 مليار هي قيمة مليار دولار، هي قيمة الأموال الإيرانية المحاصرة في العالم نتيجة الحصار على إيران. هل إيران، متى تقبض إيران هذه الأموال؟ متى تعود إليها؟ كيف ستعود إليها، دفعة واحدة أو على أقساط؟ وندخل إلى إيران النووية الاقتصادية بعد فاصل أخير. مشاهدينا برحب فيكم مجددا، ونتابع الجزء الأخير من حوارنا مع مدير معهد المشرق للدراسات الاستراتيجية سامي نادر. دكتور نادر، بموضوع الاقتصادي أساسا أحب شيء على قلبك تحكي بالاقتصاد. إيران اقتصاديا يعني كلنا عم نسأل، كل العالم عم يسألوا، الأموال المحاصرة بالعالم لإيران متى تدفع؟ حسب تدفع تدريجيا، ولكن يعني اي متى بتبلش؟ يعني بعد الست اشهر بتبلش وبيبلش. بعدنا عم نحكي بعد الست اشهر رح يفرج على قيمه 7 مليارات دولار يعني هلا، قبل بعدين البقوي يفرج عنهم، بس مش هيدا المهم. يعني اذا تم تطبيق الاتفاق وراحت وراحوا الفريقين بالاتجاه الصحيح والمرجو، النفس الاقتصادي بالتعامل مع إيران رح يتغير. يعني الأسواق العالمية رح تنتعش. اليوم كل شركة رح تفوت تمضي عقد مع إيران، رح تشوف أسهمها رح تطلع، الأموال وحركة الأموال رح يعني رح تتحرك بهيدا القبيل. إذن مش الموضوع بس موضوع ال 100 مليار، ولكن في كم أكبر بكتير في فورة اقتصادية، خاصة أنه يعني إيران بحاجة لهالأموال. والسوق شو العالمية مش بحاجة أيضا؟ أكيد. يعني هون اليوم البعض عم بيقول إيه، أنه أوروبا اليورو اللي صار أساسا عم بيتدنى والناس عم تطلع من بدها تطلع. نهار التوقيع على الاتفاق كان كتير ملفت، يعني كلام الوزير الفابيوس لما قال نحن بنتمنى أنه الموقف المتشدد، لأنه أكثر شيء تشددا كانوا الموقف المتشدد اللي أخذناه خلال المفاوضات ما يقطع الطريق علينا أمام المشاركة في يعني في الفورة الاقتصادية أو النشاط الاقتصادي اللي رح يلحق. أكيد يعني من الشركات الفرنسية الأولى اللي هي شركة رينو بيجو، لأنه كانوا موجودين واللي هن طلعوا بفعل العقوبات اللي كانت مفروضة. هلأ الشيء المثير للاهتمام أنه مع خروج الشركات الأجنبية نتيجة العقوبات اللي صار، أنه في كتير الإيرانيين هن طوروا شركات خاصة ومرقوا الفراغ. هلأ هيدول الشركات اللي مرقت الفراغ أكتر شيء بمجال صناعة السيارات، بمجال التليكوم، حتى النفط يعني ببعضهم هون بدهم يعني في تقنيات أخرى. هول لحي يعني يكونوا هن اللاعبين الأساسيين وهن الشركاء مع الشركات العالمية اللي رح تتوجه. أول شيء الإيدروكربور رح يكون يعني قطاع النفط والغاز، يعني هو أول قطاع يعني رح يشهد هيك نمو اقتصادي، لأنه إيران بحاجة لإعادة تطوير البنية التحتية لإنتاج الغاز والنفط. بس هل السوق الإيراني بحاجة لهذه الأموال أم إيران؟ هذا اللي كان عم ينقال، وأين ستدفع أموال إيران؟ يعني اليوم إيران ستدفع ستشتري سلاما في الشرق الأوسط بعد تصدير الثورة، أو أنه يعني البعض يقول أنه أكثر الدول رح تكون يعني الأموال الإيرانية رح تكون وجهتها أولا في سوريا لإعادة الإعمار وليس لدعم الحرب مجددا. إذا عادة العمار هذا شيء كتير جيد، هون البعض عم يحكي أنه إذا كانت إيران الوجه المسالم ستدخل إلى المنطقة، فستدخل كما دخلت الأموال الخليجية على عدد من البلدان. لبنان يعني نحن لبنان إعادة إعمار لبنان كان هو بوابة الخليج، أو تحديدا السعودية، المملكة العربية السعودية إلى لبنان، الكل بيتذكر. هل سيكون بوابة إيران السلمية إلى سوريا رح تكون إعادة إعمار؟ يعني هيدا اللي بنتمناه. هلا هيدا اللي حيصير، هو هيدا السؤال الكبير. يعني هيدا انه اليوم في فرصه لايران انه تروح بهالاتجاه، في فرصه لايران تعمل الخيار الصيني بين مزدوجين، في فرصه لايران حتى تكون قاطره اقتصاديه تنمويه كتير وقطب
اقتصادي كتير فاعل بمنطقة الشرق الأوسط. هل تروح لح تروح باتجاه أو لح تروح باتجاه أنه كوريا الشمالية أنه أنا خلص هذا الوضع، أنا كنا عم نحكي بس على النووي، خلصنا عن النووي، أنا مطمني بالي أنه بعد 10 سنين لح أكون على عتبة النووي العسكري، ولح استمر بسياسة تصدير الثورة كما أردناها. يعني هون هيدا مفترق كتير كبير. أنا من دون ما غالب بالوشفول ثينكينج بالتمنيات، بعتبر أنه في أرضية تواحد يقول أنه مش هلأ، لأنه ما في شيء بيتغير بهيك بعصا ساحر، أنه بعد سنة سنة ونص، أنه كمان أنه في مسألة ما بعد خامنئي مطروحة على الطاولة ومطروحة في الداخل الإيراني. في اليوم زخم أخذوا روحاني وظريف، هدول أوجه مختلفة. يعني بعض بيعتبرون من النظام، ولكن لا، هدول أوجه مختلفة لأنه محمولين مزبور. محمولين من مجتمع شبابي يريد التغيير. اليوم يعني اليوم شوفي حتى مسألة الحجاب، يعني 95 من النساء صاروا تقريبا انه انخفض الحجاب المودرن حتى بالممارسات الدينيه، او بنشوف انه صار خلص في اكثر انفتاح في المجتمع. المجتمع اذا سابق الطبقه السياسيه بمجالات باتجاه مزيد من الحداثة، مزيد من الانفتاح، مزيد من الانخراط مع العالم. هذا الشيء اللي بيجعلني اقول انه هلا الامور ما بتتغير بعصا ساحر، ولكن بس كان على مدى بتوقيع الاتفاق التحرير الفوري لرفع العقوبات. هو تحرير فوري، يعني ما يعني لما نقول 6 أشهر ما بيكون شيء. لا، مش 6 أشهر حتى تحط العدة على الشغل. ما بدك قرار أمم متحدة، من بعد قرار أمم متحدة بدك الكونغرس قبل، هيدي الكونغرس قبل هلا بلش. الكونغرس معه فترة شهرين من تاريخ 14 جولاي بتاريخ توقيع الاتفاق، عنده مدة شهرين بس حتى يناقش. ما حدا فيه يقول ينقض الاتفاق لدرجة إسقاطه بقى، يعني كمان ما بدنا نكون اللي هن رافضين الاتفاق ما فين يتخيلوا انه لا رح ترجع العقارب الى ما قبل التوقيع. هذا كمان مش سهل. اي هيدا ما انه سهل، حتى تجيب انت تلتين مجلس النواب يعني في امريكا، ولكن بتشكل ضربه للاتفاق. بس بتستبعدها. انا شخصيا بستبعدها، ولكن حتى أوروبا، حتى الدول الكبرى التي دخلت في هذا التوقيع مش حتى يسقط أساسا بأماكن هن نافذين فيه. يعني إذا بدنا نحكي بأمم متحدة، ما بالآخر هو الدول الخمسة هن اللي بقرروا أو ما بقرروا الأساسية. وعلينا في حيكون يعني في يعني حركة داخل أوروبا، مجلس النواب البريطاني، مجلس النواب الفرنسي، يعني بفتكر لح تطرح هذه الاتفاقية يعني أمامهم، وبتصور ما لح تشهد معارضة مثل ما لح نشوفها بالحالة الأمريكية، لسبب كتير بسيط، أنه أمريكا مقبلة على انتخابات. يعني وهون مسألة استمالة الصوت اليهودي أو اللوبي اليهودي هي أساسية. يعني حتى هيلاري كلينتون اللي وافقت على الاتفاق اليوم شو عم بتقول اليوم تحديدا؟ أنه أنا بشك أنه إيران رح تطبقه، أنا بشك بالنوايا الإيرانية لتطبيق الاتفاق. كمان ما ننسى أنه المجتمع الأمريكي، يعني البعض يقول إذا أردتم أن تعلموا المجتمع الأمريكي كيف نفسه، حضروا الكوميديز اللي هن البرامج الكوميدية. فعلا بتلاقي انه البرامج الكوميدية تؤيد هذا الاتفاق النووي. يعني اليوم الناس صارت عم تسخر من 60% من الامريكيين، يعني بدهم تسوية سلمية مع ايران. فعلا يعني بتلاقي انه صاروا عم يحكوا عن ايران بطريقة بعكس ما عم يحكوا مثلا عن يعني داعش اللي عم بيكبروها كتير، وعم بيقولوا بالعكس انه اليوم ايران انه بمحلات عم يظهروها انه الوجه الظريف صار بالمجتمع الامريكي، يعني بمعنى انه عم يتقبلوا لهذا الوجه. اموال كمان صرفت من قبل الايرانيين او اوساط يعني داعمة لإيران لتغيير صورة إيران في الداخل الأمريكي تماما كما إسرائيل عم بتقوم فيه. يعني كمية اللوبيين اللي صار في اللوبي على الإسرائيليين وعلى الحركة اليهودية العالمية كمان بهذه البرامج، عم بتشوف قديش في سخرية صارت. هذا اللي أنا عم بقوله بوقت عم بفرجوا أنه إيران الوجه الظريف، يعني تيمنا بمحمد جواد ظريف، عم بفرجوا أنه هدول الحركة المتشددة اليهودية صاروا عم بكسروها.
عم بكسروا صورتها يعني هذا المجتمع. بفعل هذا الاتفاق بتشوف انه امريكا قديش ابتعدت عن اسرائيل وقديش تقربت، حتى لو ما يعني تقربت سياسيا بعد واستراتيجيا اجتماعيا صاروا عم بيلاقوها في قبول. بلبنان من ربحها؟ هل حضرتك من مؤيدين كما يقول نائب وليد جملات باركوا لسماحة السيد نصر الله؟ ربح السيد نصر الله الذي يعتبر من الوجوه الإصلاحية دائما، يعني هو دائما سماحة السيد ما بالنظر له كان بتاريخ الحديث لحزب الله هو يعتبر من الإصلاحيين في حزب الله. أنا بتصور طالما يعني حزب الله منخرط لهالدرجة بالداخل السوري هيدا رح تكون نقطة ضعف له ونقطة ضعف مش منخرط لوحده ومع الحرس الثوري منخرط. أنا هيدا رأيي، ده نقطة لبنانيا عم نحكي ما عم نحكي إيرانيا. أنا بتصور لبنانيا لحزب لبناني لحزب عربي أنه يفوت بمواجهة مع طرف عربي آخر أنه ينزلق بحرب سنية شيعية، هيدا له ثمن باهظ عليه وعلى التركيبة. هيدا حكي هيدا مش كان يجوز ببدايات الحرب، مش اليوم. حتى اليوم لما صارت الناس عم تقول ناسي. حزب الله بوجه داعش يعني اليوم عندك المجتمع اللبناني هيدا ما خطف، هيدا يعني ما نسى العالم اليوم أنه في مشكلة مع نظام الأسد، وما نسى العالم اليوم أنه في طوق يعني لدى المجتمع السوري للتغيير لمزيد من المشاركة. وحتى يعني أكثر العرب اعتدالا بيقول لك أنا أولويتي مش خطر داعش، أولويتي الهيمنة الإيرانية بتشوفيها بكتير يعني أوساط وقالوها بفهم الآن مسؤولين أنه إماراتيين كويتيين وسعوديين، لأنه عملوا معركة فرس وعرب، لأنه كمان بهيدي البروباغندا اللي عم تشوفها اعلاميا. احنا عم نقول لبنانيا، احنا عم نقول لبنانيا إيه حتى لبنانيا هل لما يصير يقول لك بين القمر العربي والهلال الإيراني وهذا غلط عظيم. طيب احنا عم نقول شو مصلحة لبنان، وين مصلحة لبنان؟ لبنان قادر يستفيد من هذا الاتفاق، مصارفه قادر تستفيد من هذا الاتفاق، شركاته قادرة تستفيد من هذا الاتفاق. كيف فينا نستفيد مثل مصرفيا؟ نحن اول شيء بدنا نطبق عليه، يعني بدنا نحيد حالنا عن مشروع تصدير الثورة. من يجرؤ على هذا الموضوع اليوم؟ هذه بدها قيادات استثنائية تقول لا اقتصاديا من يجرؤ اليوم بالاقتصاد؟ من اول الاشخاص اللي ممكن يكون عنده الجرأة والقدره؟ قالوا المصارف اللبنانيين مصارف قالوا ايه طيب مزبوط. ما هي كيف بتبلش التقارب؟ ببلش بشركات انه بتروح مصرف لبنان عنده هاي الجرأة اليوم يعني المصارف بعدنا باطار انه ايه مصارف مصرف خاصة. لبنان شو خصه هلا هلا ما بعرف اذا ما عنده هالقدره هو ما منه مستثمر هذا موقف سياسي حيكون لا موقف بفتكر اول شيء ببلش بالاقتصاد لانه ببلش بالاقتصاد هن عطانا بشق الطريق السياسه تلحق. اليوم في مصلحة ايه طبعا في مصلحة اذا استقبلون الايرانيين كيف بدو يفوتوا على السوق الايراني بس تنفهم اكتر يعني اليوم اذا انت رفعت العقوبات وهيدا البنك اللبناني اللي عم بيروح بيفتح بالعراق وبإربيل ما بده يروح يفتح بطهران عم بيقلك انا مستعد اروح افتح هيدا اللي عم بيع قطع غيار لبنان ما بيبيع كتير قطع غيار المثل مش مزبوط ولكن خدمات اخرى في مجال السياحة في مجال التربية في طب يعني البعض يقول انه عندنا سوقين سوق الاستشفاء يعني السياحة الطبية بلبنان معروفة في والمصارف مصارف بركة ديزاين التياب الموضة أنه الإيرانيين كتير متقدمين في هذا المجال واللبنانيين أحدثوا خروقات على المستوى العالمي في هذه المجالات. إذن يعني الفرصة متاحة ولكن هيدي الفرصة مثل ما قلنا بدها تغيير وبدها تغيير بالعقليات وبدها تغيير بالمقاربة يعني بدنا نكون نحن فعلا عم طلعنا من مشروع تصدير الثورة طلعنا من منطق المواجهات العسكرية ودخلنا بمسار آخر مسار السباق الاقتصادي السباق حول النمو التنافس الاقتصادي مش المشاريع يعني اللي كنا هي طاغية على الوجه بالأول. هلا نحن بأجواء تموز ومن 10 سنين كنا عم بيحكوا عن مغامرين عن حزب الله، اليوم نسعى لأن يكون هنالك من مغامرين لبنانيين اقتصاديين فعلا تموز اقتصادية اقتصادية لتكون الرد أنه يكون في عقل فعلا مغامر في لبنان بطريقة مثل ما حققنا انتصار
بحرف تموز نصر على انه حققنا انتصار، انه يكون في انا محافظ عليه هيدا، بس أي بس انه بالنسبه لنا لإلي وحتى اللي عدد كبير من المواطنين اللبنانيين في انتصار حقق ان شاء الله. المهم الانتصار يروح على طول باتجاه زياده اللحمه ما بين اللبنانيين وتثبيت العقد الاجتماعي والذهاب باتجاه على طول يعني النمو البشري والاقتصادي. شكرا لك دكتور سامي نادر مدير معهد المشرق للدراسات الاستراتيجيه، اهلا وسهلا فيك، مرحب بك في استوديوهات الجديد. مشاهدينا شكرا لحسن المتابعه، ينعاد عليكم مره جديده والى اللقاء في حلقه جديده من برنامج حدث غدا.